عند ريحان وحطوا ورق الطلاق قدامها وخلاها توقع عليهم بالإجبار. يا ريت تركتيهم وما تدخلتي. آه لا تقولي هيك، صدقيني اللي عملته هو الأحسن، وبكرة بتشوفي. فكري فيها، لو كانوا اتطلقوا بعد الشيء اللي انكتب باسمها، وقت ريحان كانت رح تصير شريكة بالشركة ورح يرجعوا يلتقوا بحكم انهم عم يشتغلوا سوا، وهالشيطانة كانت رح تعمل كل شيء بيطلع بإيدها لحتى تلعب بعقل أمير ويرجعوا لبعض كمان. مثل ما قلت لك، إذا قدرنا نمنعها من إنه تاخذ هي الورثة، الباقي رح يكون سهل كتير. هالشي ممكن؟ قصدي على الباقي. أنت بتعرفي أمير، هو كريم، وهيك قصص ورثة ما بتهمه أبداً، أصلاً المصاري كلها ما بتهمه. يعني إيه، هو كريم، بس هالشي كيف رح يساعدنا بقى؟ بس ابني بيكره الناس يلي بيحبوا المصاري فوق ما بتتخيلي. ونحن هلأ حنورجيه قديش ريحان بتحب المصاري ومغرورة، وفوق منا كمان حنورجيه إنها وحدة كذابة، ورح نخليه يعرف كيف خدعت أبوه وتزوجت من ابنه كرمال المصاري. طبعاً هالشي كله لازم يصير قبل ما يعرف أمير بالأسهم. هاي سهلة، فيني حلها. ألو جمري، وينك انتي؟ لازم تجيبي لي هدول الوراق بأسرع وقت، أنا بورطة ناطرتك بالشركة. يونجا ليكي، إذا ما رجعنا الوراق لمكان رح أوقع بمشكلة كبيرة. تمام، يلا جاي فورا. إن الرقم المطلوب مسكر أو خارج نطاق التغطية. بلكي صاير معه شي؟ أوف يا ربي، لازم روح على المشفى، بس كيف بدي روح؟ شو بدي اقول له هلا؟ لا هيك ما بيمشي الحال، بلكي كان صاير شي لخالي. يا رب بترجاك ساعدني ووقف جنبي. لازم احكي كل شي، هالمرة هو بيوثق فيني، لازم اشرح له كل شي. لازم احكي. صباح الخير، صاير شي؟ وشك اصفر. يلا ريحان، يلا احكي. ايه عم بسمعك. أبوك مريض. مريض؟ أنا قلي لي، أبي بخير؟ بعرف إنه برات البلد. لا هو مانو مسافر. أبوك بابا؟ أهلا وسهلا.